فريق تونس يقرا الفاتحه، يتعرض لهجوم التيار المستنير احيانا زيه زي التيار الارهابي تماما، باسم الاستناره يرتكبون جرائم لا تقل عما يفعله الارهابيون. بسبب المشهد اللي هتشوفوه ده، فريق تونس بيقرا الفاتحه بصوت عالي قبل المباراه، وجهوا هجوما شديدا لمدرب منتخب تونس وللعيبة، ازاي وازاي تعملوا كده ودي مزايدة، وفي هجوم عليهم يعني من قبل من يسمون انفسهم بالتيار المستنير، اللي انا قلت لكم قبل كده ارتكب خطأ جسيما لما طلعوا في مظاهرة وقالوا نعم، عشان يعني يعبروا على ان ليه تقفل المقاهي والمحلات في رمضان، في ناس ممكن ما تكونش مسلمة، فيستخدم وسيلة غلط يعملوا مظاهرة ويفطروا فيها علنا يعني. ف محدش بيصدقهم بعد كده، يعني تيار مستنير يخسر زي ما حصل في أزمة الخمور مع الشناوي، البعض يزايد، بالعكس الشناوي أخذ موقفا يتفق ويتسق مع أخلاقنا وقيمنا قبل الدين، يعني إنه يرفض جائزة هتبقى عليها اسم شركة الخمور. وشوفوا كانت النتيجة ايه، النتيجة هي انه الشركة تراجعت وقالت احنا بعد كده لما تبقى في جوائز من هذا النوع مش هنضع عليها اسم الشركة، لان في هناك من لا تتمشى عقائدهم مع انه يبقى في اسم شركة خمور على جائزة تمنع. يوم البعض ايه زايد على ده ويقول لك الشناوي كيف يأخذ هذا الموقف وكيف يهيل التراب على جائزة. لا، الشناوي الحقيقة أولا الجائزة بقيت لأنها تبقى، الجائزة مش هتسحب يعني، إنما هو الراجل من حقه إنه يقول أنا أحط في بيتي جائزة وأقدمها للناس وأفتخر بيها موجود عليها اسم شركة خمور ولا لا، ده حقه الشخص وحقه كمان المجتمعي إنه ينتصر لقيم وأخلاق ومبادئ ويقول خلاص أنا أرفض جائزة من هذا النوع. وكانت النتيجة إنهم استجابوا بالفعل، فيفا نفسه قال هنراعي ده طالما إن في بعض الدول معتقداتها وقيمها لا تتفق ولا تتسق مع ذلك، وربح الشناوي بذلك جائزتين، جائزة أحسن لاعب في المباراة الأولى و جائزة الانتصار للقيم، وخسر من اعتقدوا انهم باسم التيار المستنير يعني يمكن انهم يخلقوا قضايا من هذا النوع يعني. وده الحقيقة يعني لا يختلف عن التطرف في الجانب الاخر، زي شوف قراءة الفاتحة اللي للأسف يطلع من يسمون انفسهم تيارا مستنيرا وهو الحقيقة لا، ده بيخدم الارهاب بهذه الافكار، ينتقد ان في فريق يقرأ الفاتحة قبل المباراة. كل واحد يموت فيها يحيا فيها كل كرة، مش خاطر المشاهدة، جو دي سا بور تو لي ماتش. إذا كان نحبوا نعملوا حاجة في المونديال هذايا، وجينا في كودتا بيكون فيه كيلكو شو دونك المونديال. لوبجيكتيف نتاعنا مش دوزيام تور، لوبجيكتيف نتاعنا كارت دو فينال وقت، وون بو الفير، فو بوفي الفير بإذن الله. إي فوزون إيت كابابل، مي فو سي ميت، أفا. يلا أيمن، يلا عشوت، يلا، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. طيب الفول تونس.